السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة آيات أبو سعدة، معلمة اللغة العربية للصف الثامن من رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثانوية البنات. الآن عزيزات الطالبات، إن شاء الله سنبدأ معا بوحدة جديدة من وحدات كتاب اللغة العربية للصف الثامن، الوحدة بعنوان ما أجمل الحياة. في هذه الوحدة إن شاء الله سنتناول قصيدة جميلة للشاعر أبو القاسم الشابي بعنوان خلقت طليقا. هذه القصيدة الجميلة التي تتحدث بأن الحرية هبة منحها الله للإنسان، ويدعو الشاعر الناس في هذه القصيدة إلى التمتع بحياتهم وحريتهم والدفاع عنها ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم وعدم الخوف منها، ويدعوهم أيضا إلى التمتع بجمال الطبيعة الذي لا يمكن أن يحدث إلا إذا عشنا بحرية، ويرى أن كل شيء في الكون يثبت ذلك من نسيم وطيور وربيع وغيرها. سنتناول هذه القصيدة الجميلة ونقوم بتحليلها. قبل البدء بهذه القصيدة، دعونا نتعرف على الشاعر أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي شاعر تونسي معاصر، ولد عام 1908 في قرية شابية، حيث الطبيعة الجميلة التي أثرت فيه وجعلته عاشقا للحرية. إذن شاعرنا شاعر تونسي، درس في جامعة الزيتونة في تونس ونال شهادة الحقوق. له ديوان أغاني الحياة، توفي في ريعان شبابه عام 1934. الآن بعد ما قمنا بالتعرف على الشاعر أبو القاسم الشابي، هذا الشاعر التونسي الذي كان له دواوين جميلة، دعينا عزيزتي الطالبة نقوم بقراءة هذه القصيدة وتحليلها. خلقت طليقا، البيت الأول: خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماه. الآن المعاني: طليقا تعني حرا، طيف تعني رقة، النسيم تعني الهواء اللطيف. الآن خلقت، من يخاطب الشاعر في هذا البيت عزيزتي؟ يخاطب الشاعر الإنسان، ماذا يقول له؟ يخاطب الشاعر الإنسان فيقول له: خلقت أيها الإنسان حرا، الإنسان خلق بطبيعته حرا كالهواء اللطيف وكالنور المنتشر في السماء، لا شيء يقف في طريقك. إذا الشاعر يقول للإنسان: أيها الإنسان، أنت خلقت حرا كالهواء اللطيف وحرا كالنور المنتشر في السماء، لا شيء يقف في طريقك. الصورة الفنية: شبه الشاعر الإنسان الحر بالهواء اللطيف، شبهه كأنه هواء لطيف وبنور الضحى المنتشر في السماء. الآن البيت الثاني: تغرد كالطير أين اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله. الآن اندفعت تعني انطلقت، تشدو تعني تنشد أو تغني، وحي الإله تعني ما يلهمك الله به. الشرح: يكمل الشاعر حديثه عن صفات الإنسان الحر فيقول: أيها الإنسان، أنت حر، حر كالطير المنطلق في سماء الحرية، تمرح وتشدو بما يلهمك الله به من أناشيد الحرية. الصورة الفنية: تغرد كالطير، شبه الشاعر الإنسان الحر كأنه طير يشدو ويغني. البيت الثالث: وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أنى تراه. الآن أنى تراه تعني أينما تراه. الشرح: أنت أيها الإنسان الحر تمرح في الطبيعة وتنعم بنور الحرية أينما وجدت. الآن الصورة الفنية: شبه الشاعر الحرية بالنور عندما قال:
وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور. شبه شعر الحرية كأنها نور يشع جميل. الآن البيت الرابع: وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في ربا. ما زال الشاعر يكمل: المروج تعني السهول الخضراء، الربا جمع رابية وتعني المناطق المرتفعة، وهذه كلمة ليست جديدة عليك عزيزتي الجميلة. الآن الشرح: تمشي أيها الإنسان كما شئت بين المروج الخضراء والأراضي المرتفعة متمتعا بجبال الطبيعة، لأن الإنسان كما ذكرنا هو حر عزيزتي. البيت الخامس: أتخشى نشيد السماء الجميل؟ أترهب نور الفضاء في ضحى؟ الشاعر هنا يتساءل. أتخشى تعني أتخاف أو أترهب، نشيد السماء تعني الحرية، نور الفضاء دلالة على الحرية، إذا نشيد السماء ونور الفضاء دلالة على الحرية. الشاعر يخاطب الإنسان الذي تنازل عن حقه فيقول له: أتخاف أن تطلب حريتك التي هي هبة من الله، أم أنك قبلت بالذل والهوان؟ عندما قال أتخشى نشيد السماء يعني أتخشى من الحرية الجميلة، أو أتخاف من الحرية التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها؟ يتساءل الشاعر هنا، يتساءل عن هذا الإنسان الذي يخاف من طلب حريته. الآن البيت السادس: ألنهض وسر في سبيل الحياة، فما نام من لم تنتظره الحياة. الآن ألا تعني هيا، الشاعر يحفز الإنسان ويقول له انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. هذه حكمة، هنا الشاعر يحاول أن يستنهض الهمة من أجل الحصول على الحرية، فيشجع الإنسان على القيام والسير في طريق حريته. الصورة الفنية: شبه الحياة بإنسان لا ينتظر المتخاذل، فمن نام لم تنتظره الحياة، شبه الحياة كأنها إنسان لا تنتظر أحدا. إذن هنا في البيت السادس يحاول الشاعر أن يستنهض الهمة، همة المتكاسل المتقاعس من أجل الحصول على الحرية، يشجع الإنسان على طلب هذه الحرية. البيت السابع: ولا تخش مما وراء الضلاع، فما ثم إلا الضحى في صباه. تخشى تخاف، ثم هناك صباه بداية. الشرح يقول: هيا قم وانهض ولا تخاف من شيء، فما خلف تلك الضلاع إلا نور الحرية، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. يقول الشاعر يعني أي يا أيها الإنسان لا تخاف من شيء، لا تخاف من المجهول، فما بعد ذا بعد ال بعد الليل بعد الليل يد يعني بعد الليل يجب أن يطلع الفجر. إذا يدعو الشاعر الإنسان إلى عدم الخوف. الآن البيت الثامن والتاسع والعاشر معا. البيت الثامن والتاسع والعاشر: وإلا ربيع الوجود الغريز يطرز بالورد ضافي رداه، وإلا أريج الزهور الصباح ورقص الأشعة بين المياه، وإلا حمام المروج الأنيق يغرد منطلقا في غناه. الآن الغرير تعني الجميل، ربيع الوجود الغرير تعني الجميل، ضافي تعني واسع، رداه تعني ثوبه، أريج الرائحة الطيبة الجميلة العبقة، الأنيق تعني الجميل. الآن الشرح للأبيات السابع والثامن والتاسع: في هذه الأبيات يتحدث الشاعر عن الأمور التي ستراها عند حصولك على الحرية، الأمور التي سنراها عندما نحصل على الحرية،
فيقول: إنك لن تجد سوى الربيع الجميل الذي يطرز الطبيعة بأجمل وأبهى الورود والألوان، وسترى رائحة الورد التي تفوح في المكان، وترى أشعة المياه التي تتراقص على سطح المياه، والطير الذي يحلق في سماء هذه المروج الجميلة الواسعة، منشدا أجمل القصائد. الآن الصور الفنية شبه الربيع بخياط يزين الثوب الأرض بأجمل الأزهار، وشبه الأرض بالثوب المزين، وشبه الأشعة بفتيات يتراقصن فرحا. إذا في الأبيات الثامن والتاسع والعاشر، الشاعر يتحدث عن الأمور التي يجدها هذا الإنسان عندما يحصل على الحرية، ويشبه هذه الحرية بأشياء جميلة في هذه الأبيات. يشبه الربيع كأنه خياط، هذا الخياط يزين الثوب بأجمل الأزهار، يشبه الأرض بالثوب المزين، يشبه الأشعة كأنها فتيات ترقص. الآن البيت الأخير: إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. الآن الشاعر ينهي قصيدته طالبا من الإنسان الذهاب إلى النور، وكما ذكرنا النور يرمز إلى الحرية، فهي أجمل وأعذب ما في الكون. الحرية أجمل شيء يحصل عليه الإنسان، وهي منحة الله تعالى للإنسان. إذا في البيت الأخير ينهي الشاعر قصيدته بالطلب للإنسان بأن يكون حرا، يذهب إلى الحرية، فهي أجمل شيء في هذا الكون، وهي منحة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. لدينا أسئلة متعلقة بهذه القصيدة. الفكرة العامة للقصيدة: خلق الله الإنسان حرا، خلقت طليقا أيها الإنسان. إذا هذه القصيدة يوجهها الشاعر إلى الإنسان قائلا بأنك خلقت طليقا. إذا الفكرة العامة، الفكرة الرئيسة للقصيدة كعامة أو الإطار العام: خلق الله الإنسان حرا. السؤال الثاني يقول الشاعر: خلقت طليقا كطيف السماء وحرا كنور الضحى في سماء. من يخاطب الشاعر؟ كما ذكرنا يخاطب الشاعر في هذه القصيدة الإنسان. ما النعمة التي يشير إليها الشاعر؟ النعمة التي يشير إليها الشاعر هي الحرية. اللهم في هذه القصيدة اجعلنا أحرارا من هذا الوباء الذي حل بنا. اللهم آمين. عزيزات الطالبات دمتن بخير عزيزات.